الآن بسيط، نعم. الجبال بعيدة، التضاريس نعم. صعبة جدا، نعم. إنما أبشركم من بعد جبل الشعور العمل يعني يمشي بوتيرة عالية وأحسن من هذا المدى، ليس فيه صعوبة أبدا. ممكن يمشي حب اليوم 2 كيلو ما شاء الله. الأراضي استوى، اللهم عبارة تقابلهم. إن شاء الله يعني بعد مبشر بخير. يعني اصحابنا من الصفر الى القمه، يعني نشجعهم. احد يرتد حتى اللي يتبرع ب 1000 ريال. نعم نعم نعم. صاحب ال1000 هو مستفيد، يعني اجر عند الله الى يوم القيامه. ربنا يكتب الاجر لكل من ساهم وكل من ساهم. يقول لك ان نكون نشد الازر مع اخواننا هذولا، يعني عملوا عمل يرضي الله الدنيا والاخره. ليس بينا لا محكه ولا مجامله. وأرجو من الجميع، إذا كان كلامي هذا ينقل إلى عند الهيئة الإدارية، أرجو منهم، يعني في ناس يعترضوا كذا ويجيبوا كلام يعثر أو عقبات أو كذا، هذا لا يجوز أبدا. هذه حسنة جارية، يعني بعد العمل يعني مصلحة للشعب لمناطق الشمال كاملة. يستفيد الكل من الفقير والغني والكبير والضعيف. فعلا عمل جبار. هذه صدقة الجارية إلى يوم القيامة، مشروع عملاق. أتمنى لهم التوفيق، أتمنى لهم السعادة والخير الكثير، ينجزوا هذا المشروع يسعدهم ونحن والجميع. ربنا يحفظهم ويبارك لهم في كل أموالهم. يكثر أموالهم إن شاء الله ويصلح أولادهم. وأولاد المرحوم حسن طالع صراحة يعني هم كانوا يعني النواة المؤسسة لهذا المشروع، يعني بدعمهم الصحيح. يعني لا ننسى يعني السباقين بخير من زمان، من وقت المرحوم الله يرحمه، واولادهم ما زالوا على يسار اباتهم، معي الشبر من ذاك الاسد. ربنا يبارك لهم. احنا ممكن نضيف عن جهاد، يعني بحكم تواجدي الان على ارض الميدان، يعني الصور طبعا انا من المتابعين ايضا لمقاطع العمل، وايضا للاماكن الشق، يعني تقريبا بشكل يومي. لكن الصور لا تعطي مثل الواقع بالفعل. ايوه نعم نعم نعم. الصور مهما كانت يعني توصف لك المكان والشيء لا تعطيك نفس ما تشوفه بالواقع. لكن للامانه انا يعني امس اليوم وذاك اليوم تمعنت تماما في المنطقه وفي الجبال الوعره والاماكن الصعبه جدا، ووجدت يعني عمل مذهل، عمل مذهل بالفعل. يعني شق، يعني انا كنت اشوفه مثلا بالفيديو، ما هوش هذاك اللي مثلا صح، يعني ممكن توصفه وصف تمام او بالصور، لكن على ارض الواقع للامانه انهم رجال بالفعل، قياده المشروع ومواطنين ومتبرعين، انهم انجزوا هذا الخط، خط يعني يعتبر خط دولي. نعم نعم. يعني ما هوش خط عادي، انا مجرد بس سياره تمشي له خلاص تمام. يعني خط وعر، مع يعني جبال مره، خط وعر جدا، واهميه لا تقوم به حكومه للامانه في ظل هذه الظروف والصعوبه. هذه بياخذوها عبر البنك الدولي، عبر هديه من دوله الكويت، عبر مدري ما هو، عبر كذا تمام. يعني هذه تقوم بها دول. فبالتالي انتم يا ابناء وصاب بالفعل حققتم المستحيل، حققتم يعني المعجزات. والله يعني ليس مجاملة، لكن ما رأيت أنا وشاهدت على أرض الواقع هناك عمل متقن أولا، وقلت لكم خط دولي واسع، المناطق الصعبة والثقة بالفعل، يعني تحس أنه في هناك إمكانيات، في عقول تفكر. فلا بد من دعم المشروع، وهذا المشروع يعني له أهميته الاستراتيجية أيضا، يخدم الناس، يخدم المجتمع. الآن هذه منطقة جبل مطحن، يعني لاحظت أنا بعض الأشياء، مثلا يعني مش قادر واحد مثلا يبني أو مثلا تدقي لك كيس سمنت تمام، أو تطلع لك حديد تمام. فبالتالي الطريقة الآن هتعمل لك منجزات كبيرة، هتبني لك مستشفى، هتبني لك مستوصف، هتبني لك بيت. نعم، كل واحد يبني له بيت بقريته. الآن أنا لاحظت يعني الكل بشكل عام كلهم على البيوت القديمة تقريبا. نعم. ما فيش تجديد، تمام؟ نعم. يعني ل صعوبة المواصلات، أيوه. يعني المادة موجودة والناس مرتاحين الحمد لله، يعني معاهم قصور داخل صنعاء. نعم. في المدن في كذا وفي كذا ما شاء الله عليهم. نعم. تمام؟ يعني أولاد عز. لكن هنا ما الذي يعيقهم؟
مثلا لبناء بيت او للوصول او لكذا. انا شاهدت وانا في طريقي الى اليكم ناس بينقلوا سمنت على الحمير. السمنت على الحمير، يعني كم عيد يسناقل معه زبتر؟ لحد الان في مناطق ما زال على الحمير يعني. اذا هذه اضعاف مضاعفه تطلع التكلفه عليكم، وبالتالي الطريق ستوفر لكم يعني نهضه تنمويه تعليميه شامله صحيه بكل ما تعنيه الكلمه. انا اوجه شكري هنا ايضا لقيادة المشروع الشيخ منصور عبد الله سنان والشيخ حسان وعيال عمي حسن فارع بشكل عام، وايضا الهيئة الإدارية بشكل عام، المهندسين، العمال، والشيخ ناصر. الشيخ ناصر، الشيخ ناصر هو الأساس، الشيخ ناصر هو من يبادر ويشتغل بالفعل. وأنا اليوم لاحظت مجهوده هنا في هذه الطريق، عندما شاهدت هذه الطريق وشاهدت ان هناك يعني عمي ناصر كان ما يسكت بالفعل، تمام. فبالتالي وجدت انه بالفعل يعني محروق ربما على طريق لانجاز هذا الطريق وكذا. وهناك قياده المشروع ممثله بعمي منصور لا مثيل لها. لن تجدون رجل يتحمل مثل هذا الرجل، يصرف من جيبه، يخسر من جيبه، علاقاته الشخصيه كلها انسلطت للمشروع، و ترك عمله الخاص، يعني مهمل الان في عمله الخاص من اجل الطريق. نعم نعم، من اجل الطريق. والله هذه اقولها امانه، انا تربطنا بمنصور صداقه وزماله كبيره جدا، فانا الاحظ هذا الرجل ما يبدوه من جهد. اشكر ايضا عيال الشيخ عيال حسن فارع. نعم تمام. الشيخ حسان والشيخ عبد الله والشيخ عبده والشيخ غالب، انا اقول لهم اموالكم الشيخ عبده، اموالكم التي تدفعونها لن تضيع هدرا وهي موجوده على الواقع. نعم نعم، والله وجزيتم خير، الناس كلهم يعني بيدعوا لكم في كل صغيره وكبيره، وانا اسمعها لاذني في هذا الموضوع. فبالتالي يجب حشد الطاقات والهمات من جميع الاماكن، لا نعتمد على مصدر واحد، وانما نعتمد على اصحاب الخير في كل مكان. نعم. يعني اطلت عليكم، لكن هذا ما حبيت ان انا بالفعل واصل ما عندك كامل. الله يفتح عليك يا شيخ جهاد، وانت اساس من حسنات الطريق. ربنا يفتح عليك. الله يفتح عليك من حسنات الطريق.